السلام عليكم. اليوم راح نديرو فقرة تاع did you know. بون كاين واحد ورالي ايفيكت في ايفيكت بليك كي دير هوفر على ان بوكس دوني في لاباج هذيك راح يدير ايفيكت اوكي. بحثت على الايفيكت هذا وشنو هو، لقيت بليك هذا هو الايفيكت تاعو وسمو تيل دوت جي اس. اوكي تيل دوت جي اس بون هذا هو، نشوفو الامثلة تاعو. بون هكذا اوكي. بون نشوفوا كيفاش راح نديرو هذا التاثير تاعنا في الباج تاعنا. بون كاين هنا داونلود، كاين فانيلا تي دوت جي اس، عندك 15 كيلو بايت فانيلا تي دوت مين دوت جي اس، انا الفيشي الميني فايد اوكي. هذا تاع بابل اللعيبه اللي يديروا الرياكت انجولار وكامل اللي في الفريم ورك هذيك تاع جافا سكريبت، هذا دوت مين، وهذه اللي اللعيبه اللي يديروا الان بي ام باكيج مانجر اوكي. حنا بون ما نديرش تحميل هذه، ندير تحميل هذه. علاش؟ خاطر هذه ديروا تحميل اذا انت بغيت مثلا تعدل حاجه في الفيجي الاصلي اوكي. تعدل مثلا تدير هادي مثلا، نشوف واش كاين داخل هادي مثلا، فوالا كاين هكذا يعني الكود مقروء اوكي. اذا حبيت مثلا تعدل حوايج من هادو ما تقدر تعدل اوكي. مثلا دير مثلا ما على باليش مؤثرات جديده اوكي، بصح كيما هادي اوكي، كيما هادي ماشي مؤثرات خارج الموضوع تاع هادي اوكي. المهم انا ندير هذا الفيشي، علاش؟ خاطر الفيشي صغير وما ياثرش على السرعات ولا الثقة الموقع تاعي اوكي. هنا الكتابه غير مقروءه، وانا ما حبيش يعني تكون مقروءه ولا لا، خاطر ما راحش نعدل على الفيشي، ندير بالحوايج اللي كاين اصلا اوكي. بون نروح نديرو اونجستري في وين كاين الفيشي تاعنا، فيشي اتش تي ام ال تاعنا، ولا الفيشي وين نكتبو الكود تاعنا اوكي. ندير اونجستري، انا عندي الفيشي تسمى خلاص اوكي. فوالا دونك نروح نديرو الفيشي. انا كيف كيما شفتو درت لي طابلو هذيك، اوكي. تسمى اول حاجه ندير فيشي تاعنا اتش تي ام ال، نديرو لينك فار سي اس اس اوكي، ونديرو تاني لينك فار الفيشي تاعنا سكريبت، اللي درناه تحميل اوكي. دوكا واش درت انا هنا؟ درت مثلا سيكسيون اوكي، درت سيكسيون مع سيكسيون اوكي. في شاك سيكسيون كاين طابلو هذاك، وسميتو كولومز، ولا تقدر تسميه مثلا تايبلز اوكي. فوالا سميت كولومز خاطر عندي 3 كولون هنا اوكي، عندي 3 اوكي. تسمى كاين 3 كولونز، اي كولونز اوكي. وما كاين هنا هذا كامل هو اون ليست، هذا ستان، هذا في ليست، هذا ال اي، هذا ال اي، وهذو مكان تانيك ال اي، هذا بوتون اوكي. هذا واش دات؟ دات او ال انوذر دي ليست ال اي، وين كاين بازيك ال اي، وين كاين برايس اشطر وزيرو مع سوب، هذا باش ندير الدولار هذاك الفوق اوكي. هنا مع ال اي ان جيجا بايت فوالا جو بونس برايسينغ طيب، تعرفوا كيفاش ديروا. وهنا قلت لكم ال اي تاع البوتو اوكي، البوتو تاعك موجود سي با ان بوتو اكزاكتومون، سي تاع ليا دوت كلاس بوتو كي باش يبان كي شغل بوتو اوكي. فوالا هادو مثاني تاني لا ميم شوز اوكي، لا ميم شوز فوالا. تسمى هو حنا درنا خلاص فار في الشي تلت هذاك اوكي. واش راح نديرو باش نقدروا نديرو التاثيرات هادو اوكي؟ اول حاجه نشوفو بو قالك ايزي واي، راح دير بودي دير ديف كلاس يور اليمنت داتا تيلت اوكي. تسمى راح نديرو داتا تيلت هذا الاليمنت اللي حبيت نديرو التيلت هذا التاثير هذا اوكي. حنا حبيت ندير الكولومز هذاك ماشي السيكسيون، هي الصفحه كامله هذه اوكي. تسمى راح ندير لي الكولومز، تسمى راح ندير مثلا ندير هنا اوكي. راح درت ومن بعد قالك at the end لازم ديرها هكذا، حنا خلاص درنا، ما لازمش دير عندنا هذا التيب هذا، يعني ما لازمش راح دير هذا التيب هذا. تسمى حنا خلاص درنا هذه الخطوه. مور اوبشنز راح نديرو، لو زوبسيون تاعني اللي كاين تحت اوكي. جي اس واي هنا طريقه الجافا سكريبت، حنا ما نديروش طريقه الجافا سكريبت، حنا نديرو الطريقه الايزي واي اوكي. فوالا هذا موست بيزيك يوزاج، تسمى ادد خلاص درنا ادد و سكريبت مايك يو مع اوكي. درنا هذا نشوفو راح اذا الفيشي تاعنا ديزولي اوكي، منقدرش ندير اف 5 اوكي. فوالا اوكي خلاص طب
يعني التأثير رائع جدا حقيقة، تأثير عصري. أوكي تأثير عصري، خير ما دير معلي باش دير سكيل ولا دير حوايج، التأثير هذاك حقيقة تأثير عصري جميل جدا. أوكي فوالا. أوكي واش كاين تاني؟ أوكي نشوفو هنا إذا عندك كتبة. أوكي حنا عندنا كتبة تسمى واش راح نديرو، هذا ترانسفورم ستايل بريزيف 3D تو يور تيلت إليمنت. تما راح ندير هذاك ال CSS، خاطر هذا هي الفورمات تاع CSS. تما راح ندير هذا هنا. اوكي راح دعنا هنا. اوكي اد ترانسفورم بريسبكتيف 1000 بيكسل تو يور انيمنت. 1000 بيكسل تان اكزومبل، تقدر دير اي عدد تريدو. اوكي راح ندير 1000 بيكسل، راح نخلي 1000 بيكسل حاليا. اد ترانسفورم ترانسليت ذات تو يور انر اليمنت ذات هاف تو بوب اب. تسمى التكست هذاك، التكست هذا متواجد فين؟ ريبونس بلان. اوكي راح نديرو في بلان. بلان اوكي اوكي راح نشوفو كيفاش راح يدير. منقدرش نديرو F5. اوكي انا نشوف يعني هناك اسمس ريبونس بلان، نتوما تشوفو. اوكي راح نديرو بلوتو بلان. اوكي جو بونس غلط. اوكي راح نديرو هنا 20 بيكسل. اوكي راح نديرو مثلا 50 هنا، ما لاباش تأثير واضح عندكم ولا لا. نديرو 50 مثلا هنا. اوكي اوكي هنا شوف شوف البوتون هذاك كاين كي شغل، ماكن ماشي ملتصق بالبوكس هذا كي شغل. ها كي شغل كاين طبقه شفافه هنا. اوكي كي شغل فهمتوا كيفاش؟ ها امام بازيك هذا يبان بلي كاين طبقه شفافه كي شغل متباعده بين البوكس هذاك و فوالا. تقمبون تقدروا تسيون نتوما، ما حبيتش ندير مثلا اكثر لازم على باليش ممكن ديزاين. اوكي اوكي جو بونس انه خلاص درجة بك البوتون هذاك خرج من الصفحة، خرج من البوكس. اوكي جو بونس عاد تشوفوا بو ما حبيش ندير، تسمى ندير مثلا 30. اوكي ندير 30. اوكي جو بونس فوالا ما كاش ما عندناش حق في البوكس هذا. اوكي بون فوالا تسمى نروح لهذا قلق جلار ايفيك. جلار ايفيك تشوف هذا كاين ما كاين، كيف كاين ديفرا بالماوس كاين مثلا هنا حاجه بالابيض. اوكي كاين بالابيض هذا الشال كيما قلق جلار ايفيك. اوكي بون قالك لازم ندير هادو ما كاين مع 0.8 هذا. اوكي نديروه البوكس دوزيام هنا ندير هنا ما نديرش اف سيك. اوكي فوالا كاين بالابيض هذاك فوالا الى الايفكت. اوكي فوالا. اوكي واش كاين تاني؟ ريزي ريفرس تيلت ريفرس، هنا ندير ريفرس تسمى ديال التروازيام هذاك. اوكي ريفرس هنا كاين هكذا هنا دار هكذا هنا ريفرس شوفوا بعد الاقل يعني في الكامل يعني تاثير واحد دير برك واحدة هنا كيب فلوتينغ هنا زعما. اوكي هنا فهذا فهمتو هذا. شوف ديرها مثلا الدوزيام كاين خرج مثلا بالموس يبقى بالنفس مثلا ها كاين هكذا مثلا كاين نروح بالموس ها يبقى بالنفس هذاك كاين خرج. اوكي ماشي كيما هذا، كيما هذا مثلا كاين خرج يعود لطبيعة الاصلية هذا لا لا يبقى كيما كي خرجت مثلا هنا ونخرج يبقى كيما هذاك مثلا خرجت يبقى كيما هو. اوكي نايس هذا. اوكي هذا تاني فهمتو ديروه البريمي هذاك لا الدوزيام خاطر ما حبيتش يبقى
شحال ما كاين اوكي هذا ها مالجيري هذا كي نروح بالماوس باش يندير التأثير. هذا مالجيري انا بعيد بصح في نفس يعني في سيكشن، راح يدير التأثير. اوكي راح يدير التأثير مالجيري انا بعد تعليف مازال يدير التأثير هذا. جيد سكال اون هوفر هذا راح يدير سكال، مع التأثير هذاك راح يدمج سكال مع التأثير هذاك. راح نديره بالتروازيام سكان مع التأثير هذاك. اوكي واش كاين ستارت تيلت بوزيشن سيتينغ اوبشن ويل تيلت اليمنت اون سبيك سبيسيفيك ديجريز. اوكي تسمى راح ندير التروازي مع هذا. راح يدير في البداية راح يدير ما يديرش كيما هذا، هذا راح يبقى هكذا مع يدير التأثير هذاك. هذا لا لا مثلا نغيره مثلا نديره مثلا هنا 80 وهنا ثاني 40 مثلا. نفس الحاجة راح نغيره راح ندير هنا ناقص 40 هنا 80. اوكي فوالا كي ديرو ريل لاباج راح يدير تيلت بزاوية معينة. ديزايبل اكس هنا ديزايبل اكس ما تقدر دير اكس راح دير بالايكراك باك الفيرتيكال، مو هنا ديزايبل ايكراك راح دير بالاكس باك. بون هادو ما بون هادو ما تاع جافا سكريبت ما راحش نديرهم جو بونس الى هنا. بون كاين بعض التأثيرات الجميلة اللي درناهم. اوكي فوالا تسمى هذه هي. بون تقدر مثلا هنا مثلا دير مثلا في شي جافا سكريبت تاعك ديرها هكذا. اوكي وما تغير مثلا ماكس دير مثلا كاين ماكس هنا قالك 35 ستار ايغريك دبل صفر هنا صفر. بون كاين هذيك تاع هذه مثلا تقدر تغير من الطريق تقدر تغير هنا. هنا كاين ترانزيشن ترو كاين اكسيس ريسيت ايزي. مهم تقدر مثلا اذا فهمت هذا كيفاش يدير لا كيفاش يمشي هنا يعني كاين لي كومونتير هنا تقدر دير هذا في شي جافا سكريبت تسميه مثلا ماي تيلت دوت جي اس وتقدر تعدل على لي زانفورماسيون اللي كاين لتما. اوكي بون جو بونس هذا واش كاين هنا كاين تاني كي لافريزون تاع جي كويري اذا حبيت دير بالجي كويري. اوكي جو بونس هي اسهل هي نفس الحوايج. اوكي نفس الحوايج بصح دير مرة بالجي كويري. اوكي راح تسجل الفيش هذاك تاع الجي كويري هنا انستال يورن انستال هنا تقدر دير باليون. اليون واش معناتها كيما ان بي ام. اوكي ولا داونلود تاع هذاك تاع جي كويري. اوكي فوالا تدير نفس الحوايج ها هنا ترانسفورم ترانسليت زاد ولا دير كيما هنا ديريكت في الـ في الـ في الطاق هذاك تاع الاش تي ام ال. هنا لا لا راح دير دوت جي اس دوت تيلت كلير هنا مثلا هنا دير جي اس تيلت دير كلاس نيم مثلا تروح لهنا ما راحش دير هذا لا لا راح دير هنا راح تجيب هذا. اوكي تعملو هنا لا كلاس ومن بعد دير سيلكتور. هذا هو السيلكتور زعما جيب لي الكلاس نيم اللي جيب لي لا كلاس جاست تيلت. اوكي ودير هذا لي زيفيكت تاع لا كلاس هذه. اوكي فوالا هذا واش هي وهذه هي ربع ساعه تاعنا خلصت. فوالا المهم اذا كاين تاثيرات اخرى ولا حوايج اخرى حابين ديروهم ما عليكم. لا بون بيان سور السورس كود راح يكون اسفل في الوصف. فوالا تقدر تقولوا في الكومنتار راح ان شاء الله راح ندير هذيك الحاجه. اوكي كيك سوا هنا في سي اس اس ولا اي حاجه اخرى متعلقه بالانفورماتيك. اوكي باش نلقاكم في النهايه. سلام.